فرح، مثل ما قلنا اليوم هو أول يوم بالعام الدراسي بكافة الفئات العمرية. أكيد طبعا إجراءات كتير اتخذتها وزارة التربية خلال الأيام الماضية لتحضير من أجل افتتاح المدارس اليوم 13 أيلول بجميع المحافظات السورية، ومنها أيضا تهيئة الكادر التدريسي، تهيئة المدارس والاستعدادات. رح نتعرف أكثر اليوم على الاستعدادات اللي رح تتم مو ليوم واحد فقط وإنما على مدار العام. شو هي؟ أكيد مع ضيفنا الأستاذ عاطف زيدون، مدير التربية المساعد لشؤون التعليم الثانوي في تربية دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذ. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير وكل عام وأنت بخير. اليوم بلشت المدارس مثل ما قلنا لكافة الفئات العمرية، بين حالة قلق عند الأهل والبعض الآخر يمكن مطمن وعنده ثقة مطلقة أنه ممكن يكون هذا العام هو عام خير ويكونوا أولاده بحماية، خطط وزارة التربية بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وأيضا حماية الطلاب والكادر التدريسي بنفس الوقت؟ صباح الخير وكل عام وأنتم بخير، وأبنائنا الطلبة على مساحة القطر العربي السوري الحبيب بألف خير، زملائنا الكادر الإداري والتدريسي في وزارة التربية جميعا بخير. طبعا بدأنا العمل باكرا من أجل تجهيز مدارسنا ليكون هذا اليوم يوم فرح بالنسبة لأبنائنا الطلبة والتلاميذ وعودتهم إلى المدارس بعد انقطاع دام حوالي 5 أو 6 أشهر منذ تعليق الدوام في 12/3 العام الفائت. الإجراءات تم تهيئة المدارس، تنظيف المدارس، تعقيمها وتجهيزها، تعقيم الحمامات، تعقيم خزانات المياه، ووضع خطة لإجراء التباعد المكاني ضمن القاعة الصفية بحيث لا يكون هناك اكتظاظ في القاعة الصفية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية والبروتوكول الذي بدأت. كيف ممكن نخفف من عدد الطلاب؟ طالبين في المقعد على الأكثر. يعني بقية الطلاب ممكن يكونوا بدوام ثاني؟ نحن عندنا مراحل. المرحلة الأولى استثمار الغرف الإدارية في المدرسة لنقل هؤلاء الطلاب أو الأعداد المتزايدة إليها، وبعد ذلك ننتقل إلى الدوام النصفي. في المرحلة الأولى نستثمر جميع القاعات في المدرسة بما فيها الغرف الإدارية، ويتم تجميع الإداريين في غرف أقل، وبعد ذلك إذا لم يفي ذلك بالغرض ننتقل إلى الدوام النصفي. يعني أستاذ عاصف، هلأ كنت عم تقلنا قبل ما نبلش حديثنا أنه أنت عملت جولة صباحية سريعة قبل ما تيجي على الاستوديو، خلينا نعرف كيف شفت الملامح الأولى، وخصوصا أنه دايما يعني أول شيء أول ما بنجربه ممكن يكون في أخطاء، ممكن في شيء لساتنا نحن اليوم باليوم الأول بنلحق نشوف شو في عنا نواقص، شو في شغلات ممكن تجد ما لحقنا نشوفها لحتى نبلش نشتغل عليها. الأجواء كانت مبهجة جدا، وأجواء الفرح وخاصة لطلاب المرحلة العمرية الأولى مبتهجين جدا بالعودة إلى المدرسة. في وزارة التربية كما قلت عمدنا إلى أن يكون هذا اليوم يوم فرح في بداية العام الدراسي، يدخل التلميذ إلى صفه إلى مقعده يجد الكتب على مقعده وعليها إما هدية أو بالون أو إلى آخره لكي يشجع هذا الطفل على الاستمرار. وبالنسبة للاستعدادات كيف شفت؟ الاستعدادات رائعة، وكما قلت نحن بدأنا مبكرا في تجهيز مدارسنا وتحضيرها وتعقيمها من أجل انطلاق العام الدراسي اليوم. نعم. السؤال انه اليوم لما بيكون في حال وجود اي شكوى من الكادر التدريسي او حتى الاهالي من سوء يمكن التعقيم، سوء النظافه، اي شيء، وين بدهم يتجهوا؟ وفي حال ظهور عرض على اي طالب للاصابه بهذا الفيروس، شو هي الاجراءات المتبعه؟ نحن في مديريه تربيه دمشق واعتقد في جميع مديريات دمشق تنفيذا لخطه وزاره التربيه كلفنا في كل مدرسه مشرف صحي. مهمة هذا المشرف الصحي متابعة النظافة اليومية في المدرسة
تفقد الحمامات، تفقد مشارب المياه، والتواصل مع دائرة الصحة المدرسية يوميا لإعطاء تقرير مفصل عن هذا الوضع. في حال لا قدر الله وجدت طبعا أيضا متابعة حالات الطلاب، إن وجدت حالة من الطلاب يتم التواصل مع دائرة الصحة المدرسية أو مع المستوصف في المحيط الجغرافي. طبعا نحن دمشق مقسمة إلى قطاعات جغرافية، في كل قطاع جغرافي مستوصف للصحة المدرسية ويوجد فيه طبيب للصحة المدرسية. هؤلاء المشرفين الصحيين يرتبطون مع مدير المستوصف أو مع الطبيب الموجود في المستوصف، ويتم متابعة هذه الحالات عن طريق مستوصف الصحة المدرسية مباشرة. بتطبق أكيد عليه الحجر. طبعا هناك إجراءات احترازية، إذا ما كان هناك طالب يعزل، وإذا أكثر إذا ثبت إصابته هناك ضمن البروتوكول إغلاق الشعب الصفية لمدة يومين. يعني هناك إجراءات احترازية لكل حالة متوقع أن نصل إليها، هناك خطة طارئة لهذه الطوارئ. وإن شاء الله ما بنوصل لهي الحالة، إن شاء الله بيكون في نسبة كبيرة من الوعي عند طبعا الأهالي اللي رح يساهموا بدور كبير طبعا بتخطي هي المخاوف اللي عند العالم. ولكن اليوم الكادر التعليمي عليه جهد كتير كبير، جهد مضاعف، إضافة للعملية التعليمية اللي بدهم يشرفوا عليها. عندهم عملية تربوية اللي هي أساسية توعوية، كيف ممكن يتعامل خلينا نحكي عن الكادر التعليمي لشو خضع خلال هي الفترة الماضية، وهل رح يكون في حدا بقلب الصف إضافة للأستاذ ولا لا؟ التوعية رح يكون من الأستاذ تبع الصف نفسه. المدرسة كلها تعمل كفريق واحد، من المستخدم إلى الكادر الإداري والتدريسي إلى إدارة المدرسة. هناك متابعة من جميع أفراد الكادر الإداري والتدريسي في المدرسة لمراقبة جميع حالات الطلاب، والكل معني بمتابعة الحالات الصحية، حالات النظافة، حالات التعقيم يوميا. هناك خطة لتعقيم المدرسة يوميا بعد انتهاء الدوام في كل مدرسة. يقوم المدير مع الكادر الإداري والمستخدمين بتعقيم المدرسة بعد انتهاء الدوام في هذه المدرسة. المجتمع المحلي يلعب دور أساسي وفعال في الوقاية، في الحماية، في تشجيع الأبناء للاهتمام بالنظافة الشخصية، وأن تكون هذه العادة أو هذه الممارسات ثقافة يومية تنتقل مع الطالب أو التلميذ من المنزل إلى المدرسة. وبالتالي هناك تكافل وتكاتف ما بين المجتمع المحلي، جهد المنزل مع الجهد المبذول في المدرسة وبالتالي مديرية. نعم، خلينا نحكي اليوم عن العقبات يلي ممكن واجهتوها أو حتى من المتوقع أنكم تواجهوها، وشو هي الحلول البديلة يلي ممكن تحطوها؟ العقبات اللي كانت موجودة عنا هي نقص الكوادر التدريسية. الحمد لله رب العالمين، في هذا العام تم تعيين الكوادر اللازمة من مسابقة عقود الفئة الأولى بالنسبة لمرحلة الحلقة الثانية والتعليم الثانوي، وتثبيت وكلاء بالنسبة لمرحلة الحلقة الأولى. لا يوجد هناك في هذا العام أي نقص في كوادر مديرية التربية بالنسبة للكوادر التعليمية، والحمد لله. كما قلت، أنا كنت في جولة قبل أن أتي إلى الاستوديو، وكانت الانطلاقة مبشرة جداً لهذا اليوم. يعني نتفائل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. يعني كمان خلينا نحكي، حضرتك اختصاصي يمكن بالثانوي اكثر من طبعا. الحلقات التعليميه الاقل سنا، يمكن التوعيه بالنسبه للثانوي والاعدادي بتختلف شوي، بنقول انه الطلاب بيكون عندهم نسبه نعم. اوعى وتعاون اكثر. لما رحت هيك بجوله على مدارس الثانوي والاعدادي، كيف شفت الطلاب التزامهم نفسهم، ان كان بارتداء الكمامات او حتى بالتباعد المكاني بينهم كطلبه؟ بنسمع بنقول في توعية أكثر عنه. هذا الكلام كان مطبق في جميع المدارس التي قمت بزيارتها، وخاصة مدارس الحلقة الأولى. أنا زرت حوالي 4 مدارس حلقة أولى ومدرسة حلقة ثانوية، وكما قلت لك إنه الأجواء كانت مبشرة جدا بانطلاقة العام الدراسي، وإن شاء الله تكتمل هذه المسيرة
في الأيام القادمة. إن شاء الله. قد يكون هناك بعض الأهالي متخوفين في اليوم الأول من إرسال أبنائهم إلى المدرسة، أنا أشجع هؤلاء الأهالي وأطلب منهم أن يحذوا حذو باقي الأسر التي أرسلت أبنائها إلى المدرسة لينطلق العام الدراسي. نعم، كثير من الأسئلة كانت أنه بعض الأهالي رح يمتنعوا عن أنه يرسلوا أولادهم للمدارس، والبعض الآخر كان متشجع. اليوم كيف ممكن التعامل مع الأهالي يمكن يلي ما خلوا أولادهم يروحوا على المدرسة نتيجة ظروف ونتيجة مخاوف معينة؟ كثير من الإشاعات طلعت أنه رح يكون في عقوبات قاسية، هل هذا الشيء صح وكيف ممكن نتعامل معه؟ هلأ عقوبات قاسية لا، في تشجيع للأهالي إرسال أبنائهم إلى المدارس. طبعا الخوف بالبداية مشروع ولكن غير مبرر، والإجراءات الاحترازية والبروتوكول المطبق في وزارة التربية كفيل بضمان الضمان استمرارية الدوام ووفق أقل المشكلات إن قدر لنا أن يتابع العام الدراسي ده. أكيد، يعني تساؤلات كثير حكينا فيها مع حضرتك أستاذ آصف، نحن عم نحاول ننقل كل الاستفسارات اللي توردنا أكيد من الأهالي من الناس بتخطر على بالهم حول كيفية التعامل، لحتى كمان يكون في دور رسالة اليوم عم نقدمها للناس إنه هي تشجيعية وهي بنفس الوقت تحكي عن الواقع اللي موجود. كثير من دول العالم تعاملت مع هذا الموضوع وأعادت المدارس لحتى ما توقف طبعا الرحلة التعليمية، لأنه هذا الشيء بيروح بضرر أكبر فيما بعد. اليوم شو الشيء اللي بتحب مثلا توجهه أنت للأهالي باعتبارك أكيد مدرس وتربوي قبل ما نقول أنه حضرتك مسؤول بمديرية التربية؟ أنا مثل ما حكيت أنه بطلب من جميع الأهالي أنه ما يخافوا أنه يكون إرسال أبنائهم، لأنه هالأبناء هدول هم مستقبل الوطن، فالذخيرة العلمية للطالب ستتراجع، سيفقد الطالب من معلوماته خلال انقطاعه عن المدرسة، وبالتالي سنخسر الكثير، وهؤلاء كما قلت هم ثروة الوطن. لذلك أنا انطلاقا من نفسي اليوم صباحا أرسلت أبنائي إلى المدرسة وأطلب من جميع. شو أعمارهم؟ مرحلة ثانوي. أطلب من جميع الأهالي أن يحذوا هذا الحذو، يجب أن نتعايش مع الحالة ونتعامل معها بكثير من الوعي، بكثير من المسؤولية، أيضا العادات الصحية المطبقة في المنزل. طبعا كلنا نعرف هي العادات الصحية من نظافة شخصية وعدم استخدام المقتنيات الشخصية للآخرين، ننتقل بها من تطبيقها في المنزل إلى تطبيقها في المدرسة، وإن شاء الله إن شاء الله سيكون عاما خيرا ومبشرا بإذن الله. إن شاء الله. بدنا نتشكرك كثير أستاذ، وبدنا نوجه تحيتنا لكل الكادر يلي عم يعمل ليل نهار لحتى استكمال العملية التدريسية ولحتى نبدأ العام الجديد بهمة عالية بعيدا عن الخوف والقلق. شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا لك أستاذ آصف ولوجودك معنا.